بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي، باب في الحكم بين الناس. عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. عبد الله بن بريدة يروي عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة. جاءت أحاديث بهذا الوعيد: من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، وجاء في تهجين القضاء وتوهين العمل فيه وتزهيد الناس فيه أحاديث. لكن لا تفهم يا عبد الله أن رتبة هذا العمل الصالح مستهجن غير مقبول ومطلوب من الناس الابتعاد عنه. لا، إنما جيء هذا الوعيد لبيان أن رتبة هذا العمل الشريف من بين الأعمال الصالحة أعلاها، لأنه فيه النصف بين الناس وإعطاء الحقوق ونصر المظلوم. ليس هناك أشرف من هذا العمل، وهم على يمين الرحمن يوم القيامة. فإذا ما ورد في هذا الحديث من التزهيد فيه وعدم الرغبة في الدخول فيه لبيان خطر هذا العمل، وأن من دخله قل من ينجو فيه، لأن المغريات عجيبة. قد يكون المغريات من المخصصات للقاضي، وقد تكون المغريات من غير ذلك، لأن أغلب الناس في خصام وشجار، لا بد من التنازع في الحقوق. والمرء خلق ظلوم جهول، الجهل فيه، الجهل يعني التعدي، مو الجهل عدم العلم، لأن عدم العلم يعرفه كل أحد. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وفيه الظلم، يحب أن يستأثر ولا ينافسه أحد، ولو استطاع أن يأخذ ما بأيدي غيره لفعل. هذا الظلم والجهل كامن في كل مخلوق إلا من سلم الله من هاتين الآفتين. فإذا كان كذلك، وتعرف أن الظلم يقتضي الحسد والرغبة والتطلع إلى أشرف مراتب هذه الدنيا، فلما يتولى ويأتيه الخصوم، والخصوم كثر بين الناس، فإذا وقفوا بين يديه
منهم من يدرك يعرف أنه لا يحسن إلا الحجة، والأمر خطير بالنسبة إليه، بالنسبة لهذا المظلوم. وإلا الأمر سهل، إذا علم الإنسان أن ما يجري من ظلم تقع على المرء إنما هي منه صدرت، يعني هو سبب ذلك، ما لها إلا الاستغفار واللجوء إلى الله. إن صبر كان هذا الظلم خير له. إذا قرأت في كتاب الله تجد دائما العاقبة للمتقين، العاقبة يعني مآل الأمر، يدعوك إلى خصومة ويجرونك إليها دون رغبة فتقع فيها، فاعلم أنك إن كنت مظلوما وصبرت على ذلك ولم تتعاطى أسلوب الاحتيال والكذب واتقيت الله في خصمك، فاعلم أن العاقبة للمتقين. تعلم عن العاقبة إيه؟ لا أدري كيف هذا يتحمل أن يكون أمام الناس. يا صاحب العقال ارتفع قليلا، الله يبارك فيك. ويقول هنا لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة وأن هذا المظلوم لو صبر واتقى الله عز وجل فإن مآل الأمر إليه، ترى أصدق الحديث كتاب الله يا عبد الله، أصدق الحديث يعني الخبر يوافق ما ذكر اعتقادا وواقعا. فإذا قال الله عز وجل العاقبة للمتقين إن اتقيت الله عز وجل فمآل الأمر إليك، إن صدقت كتاب الله بها ونعمة، وإلا استقرئ يعني فليمر بين عينيك الحوادث من السابقين ومما بين يديك، ترى المظلوم إذا اتقى الله ولم يكذب وصمر ودعا إلى حقه بأمر صحيح وسبب سليم، إلا والله عز وجل ينجيه والنصر مآله إليه. من علم ذلك انتهى، لكن هذا لا يؤمن بهذا القول، فيريد أن قضيته تكون يعني ناجحة وواقعها ومقضي بها. قد يكون صاحب حق، لكن الله عز وجل قضى أنه لا يقضى له بالحق إلا بعد فترة، ثم يأتيه القضاء يستعجله، فاستعجاله يدعوه إلى إغراء القاضي. قد لا يغريه بإعطاء مال، لكن يعرف أن القاضي ذا الحاكم يتطلع إلى مسكن، يتطلع إلى مركوب، يرغب في من يؤمن له شراء كذا، فيأتيه من هذا الباب. وإذا أراد الأمر ما يأتي إلى هذا الحاكم مباشرة، يشوف أعوانه الذين ينظر إلى أعوانه الذين حوله فيصادقهم ويقربهم ويزدلف إليهم ويغريهم بشيء من متاع الدنيا فيستسلمون له، ثم يدخل بعد ذلك ما الذي يريده هذا الحاكم وما الذي يقضيه. هذا الحاكم يرى هذا النمط كثير يمرون عليه، وقد لا يستطيع دفع هذه الإغراءات، وقد يكون مهيئ من قبلك من قبل ذلك، كما نرى الناس الآن فتحوا في الجامعات والأماكن قسم للقضاء، أو هناك أقسام تؤدوا إلى هذه القضاء. يا عبد الله مو معناته القانون يحكم، لأن هذا كفر والعياذ بالله، نتكلم على القضاء الشرعي، وهذه الأحاديث جاءت في القضاء الشرعي ما جاءت في القانون، لأن من لم يحكم بما أنزل الله عن رغبة ومعرفة فالله حكم عليه بالكفر. لا يجوز أن يأتي إنسان يسأل عن حكم بينه وبين زوجه أو في عقد ويعلم حكم الله في ذلك ثم يقول لا، النظام والقانون يقول ذلك، يرى أن هذا أفضل من هذا، هذا كافر والعياذ بالله.
ليس هناك حل لمشاكل الناس وإبقاء حياتهم مطمئنة سعيدة إلا أن يحكموا كتاب الله، من لم يحكم كتاب الله فمآل الأمة إلى سلب ونهب وقطيعة، وما نرى مما حولنا وما بيننا أحيانا. هذا الذي جاء يا عبد الله تزهيد في القضاء لعلمه صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه أن الدخول فيه ليس كل أحد يستطيع أن يملك نفسه من هذه الإغراءات، حتى ولو لم يكن إغراء قد يكون دافع له أنه يبقى في هذه. أحياناً يا عبد الله قد يكون صاحب هذا المنصب لا حاجة له في أموال الناس، عنده أموال كثيرة لكن يرغب في الشرف. تعرف معنى الشرف؟ الشرف معناه أن الناس يتطلعون إليه، يقومون إذا حضر المجلس ولا ينصرفون إلا بانصرافه، وإذا طلب شيئاً حققوه، يحب أن يكون في هذه المرتبة، يسموه تطلع، يعني يستشرف إلى الشرف، يعني فيه نوع من أمارة وعلو. كثير من الناس قد ما تستطيع أن ترشيه ولا تهديه ولا تهدي إليه ولا كذا، لكن يرغب من هذا تعظيم الناس له. هذه هي أحد أنواع المكاسب. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الظلوم الجهول في الأصل هكذا طبيعته، لا يستطيع أن يتحكم وينصف ويدفع تلك المغريات، وأحياناً ما تكون مغريات، أحياناً يكون تهديد وإخافة وسلب شيء من متع الدنيا. فلما يأتي هذا الموقف يستكين ويضعف، لأن ما عنده ذاك اليقين أن الله وحده المتصرف في الكون هو الذي يضر وينفع العباد. ما يضرون، لو عرفت يا عبد الله كما يقول السلف الصالح من عرف الناس استراح، هي كلمة قصيرة ما يتفطن إلى معناها كثير من الناس، أي من عرف الناس وعدم قدرتهم وضعفهم وأنهم لا يسيرون في الأرض وليس لهم حول ولا قوة إلا بإذنه، إن أراد فعل وإن لم يرد لم يفعل. فإذا علم المرء أن الإنسان إنما هو بيد الله لا حول ولا قوة، على ما تخاف يا عبد الله؟ خف من الذي خلقه وارجو الذي خلقه. لكن لما كان هناك ضعف ويعلم أن هذا المنصب حين ذاق لذته وبعض ما فيه من متع، يستكين لكل تهديد ويخضع لكل رغبة. فإذا قال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاث، لا تفهم منا أن هذا المنصب مستهجن وقبيح، لا، إنما أراد صلى الله عليه وسلم أن هذا المنصب له علو شأن ومرتبة رفيعة من بين القربات التي يتقرب بها المرء إلى الله عز وجل، فلا يدخلها إلا من علم ووثق من نفسه حين رأى من حوله يعجزون عن ذلك وإداء الحقوق، فطلب منه فيدخلها مستعينا بالله عز وجل. عرفنا هذا؟ إذا علمت يا عبد الله هذا فاعلم أن ما يأتي من أحاديث بهذا المعنى المقصود منه أنك لا تسعى إليها ولا تقاتل في سبيلها. أنتم ما رأيتم من يسعى؟ أولاً أنا أقول القضاة لا تفهم منها أنه القاضي الذي له منصب الذي يحكم بين الناس في الدماء والأعراض، ليس ذلك، ليس بالضرورة. كل من حكم بين اثنين وأراد الإنصاف وإظهار الحق، المهندس والطبيب والعامل الفني والعامل البسيط
لما تأتي مسألة في نزاع بين السيد وعامله في بناء أو تبليط أو نجارة، أنت لم تعمل كذا وليس هذا كذا، من ينصف بينهم؟ يحكم بينهم صاحب صنعة مثلهم. فإذا استدعوا شيخ الصناعين في ذلك وقالوا تعال هو حاكم، وكذلك إذا استدعى أن يحكم بين المرء وزوجه أو بين جارين هو حاكم. وما أكثر هذا النوع، لا يخلو أحد إلا وشيء من هذه الحكومات يقوم بها. حتى المدرس يأتيه النزاع بين الطلبة، وقد يأتي في الإنصاف في بيان من يستحق هذه الدرجة ومن لا يستحقها، وفي تصحيح المسائل. ما في أحد لا يقول أنا، حتى أنت بين أبنائك. الشاهد القضاة لا تخص أولئك، لكن أولئك أكثر، لأن بهم يطفئ نار الخصومات بين الناس. فإذا قال صلى الله عليه وسلم ذلك، حينئذ عرفت أن التزهيد فيه لأجل خطورة ورفعة هذا المنصب، لا يأتيها إلا من علم وظن من نفسه القيام بحق تلك الرتبة. اسمعوا ما يقول القارئ. القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. هذا واضح، إذا أردت زيادة إيضاح تفسد المعنى، هذا واضح. لكن الجمل ما فيه من بلاغة وما فيه من فصاحة، قال القضاة ثلاث، لو سكت أنا ولم تسمع الحديث من قبل وظننت أفتش فأمضيت دقائق، إلا والقلب يتطلع من هم الثلاثة. أنا قلت هذه لأن يأتي إجمال في أول الكلام، هذا الإجمال يستفز السامع استعجالاً لمعرفة من هم الثلاث، ما هي هذه الأنواع. فهذه من بلاغة المتكلم المخاطب، يأتي بالإجمال لأجل أن يستعد الناس لمعرفة ما بعده. فقال القضاة ثلاثة، ثم فصل صلى الله عليه وسلم، قاضيان في النار وقاض في الجنة. واحد يحكم بين الناس، إما أن يريد وجه الله وهو عالم اجتهد وأنصف، قال هذا في الجنة. وآخر تولاه عن جهل، لأن أكثر من يرغب في مثل هذا ويسعى إليه، الناس يرون أن مكاسبهم وسد رغباتهم في حوائج هذه الدنيا إنما هي تصدر عن شطارة وفهلوة ومعرفة بطرق الناس وطرق المكاسب. كل من رأوه أن الله أعطاه شيئا من هذا النصيب هذا الحظ، قالوا فلان ذكي، فلان خط له تخطيط سليم. وهو كذلك إذا سئل ينسب الأمر إلى نفسه، عندنا فكر وعندنا جماعات ولنا كذا، يعني ما هو الله تدخل ولا أعطانا الله، وما يصرح بهذا لكن يأتي بهذا. فثبت في أذهان الناس من العوائد وما نقرأه في الصحف وما نراه في هذه الآلات، فهموا أن فلان لن ينجح، وهكذا يؤكد بعضهم البعض، لن تستطيع الحصول على ما تبتغيه، ولن تعلو مرتبتك، ولن تكون كذا، ولا يكون لك حالة اجتماعية من شارة ومنصب إلا، فأنت لا تحقق ما بعد إلا، وكن كذلك. فهم الناس أن هذه بشطارتهم، لو عرفوا أن الأرزاق مكتوبة سيصلك رزقك، لكن منهم من يحصل عليه بكد وشق نفس وألم، وآخر يأتيه رزقه ببساطة.
لكن الله عز وجل تكفى بأرزاق العباد، لا بد أن يأتيك رزق. هؤلاء لما فهموا ذلك كلهم يسعى إلى أن يكون قاضيا، يكون خبير في إنصاف المشاكل بين الأطباء، أو يكون خبير بين المهندسين، أو يكون قاضي. سعيهم هذا لما قال قاضيان في النار، قاض عمل بجهل، سعيه وطلبه، والناس يوسطون، تعرف الوساطة معنى إيه؟ شفاعة السوء، يأتي إلى فلان العظيم أو فلان له مجد أو فلان له مكنة بين الناس، يقول هذا أنا تقدمت إليه من بين 500 شخص كلهم يرغبون في هذه، شوف لي طريقة، يعني ابحث لي عن سبب أصل إليه. كلهم يسعى، قل من إلا من نجاه الله. ومنهم من لا يسعى لأن أقرباءه ذو سلطة وذو مكانة فيأمنون له، كما نسمع في المشاجرات وغيره. فالسعي إليها وطلبها لمن لا يعلم أنه لا يقدر عليها، أو يعلم لكن يظن أنها أحد مراصد الكسب والدخل. فهو يقول صلى الله عليه وسلم 3 قاضيان في النار وقاض في الجنة. اقرأ ما بعد. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يتولى القضاء فيما بين الناس هو المذبوح بغير سكين. مثل الذي سبق من أول، تزهيد وكبح جماح الرغبة، ويقولون للمتطلعين على مهلكم إن هذا الأمر خطير، ومكانته لا تليق لمن تسارع في الطلب إليه، إنما يتولاها من علم منه أنه يستطيع القيام ببعض حقه. من تولى القضاء، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الذي يتولى القضاء فيما بين الناس فكأنما ذبح بغير سكين. إن الذي يتولى القضاء فيما بين الناس، قد يكون يتولى القضاء في الحيوان وفي الجماد. كيف يكون في الحيوان؟ الحيوان يعلم أن إذا اجتمع ذكران على أناث يتصاولون، تعرف ما يتصاول؟ التصاول معناته إظهار القوة وإخضاع ذاك الخصم حتى يلين ويبتعد، يعلم أن هذا. ويكون شجار بين الحيوانات وشيء مؤلم، قد يموت وقد يتلف وقد كذا، ويأتي إنسان يقول ما رأيك، لا بد أن ينصف، يعرف أن هذا الحيوان يجب إبعاده وأن الحيوان يذبح خير له. أيا من عنده حيوان من هذه الحيوانات، من الديك والكباش، كباش جمع كبش يعني ذكر النعاج، أو غيرها من الحيوانات، وتعلم أن ذكرا واحدا يكفي، لا تأتي باثنين وثلاثة، هذا أذية للحيوان يا عبد الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الذي يتولى القضاء بين الناس فكأنما ذبح بغير سكين، يعني هو مذبوح. المذبوح يعني المقتول الذي أخذ روحه عن غير رغبة، في واحد يمرض ويموت، وآخر يسقط عليه شيء ويموت. والموت له أسباب عديدة، لكن الأسباب أن يأتي إنسان، يأتي امرؤ يقاد إلى الموت ثم يقضى عليه دون سبب واضح، السكين أوحى إلى الموت. تعرف الوحي يعني سرعة الذبح، ولذا ينبغي أن تكون السكين موحى يعني شديدة الحد، وأن يسرع في الذبح إراحة للذبيحة. لكن لو تركتها فصدت عرقا ثم تركته في الشمس
ينزف دما يموت بعد ساعات طوال، هذا نوع من التعذيب. ذبح بغير سكين أي أنه في ألم، في ألم منذ توليه يعاني ما يعاني مدة طويلة، مدة بقائه في هذا المنصب. احذر يا عبد الله ألا تكون أشقى الناس فتتولى ما لا يليق بك أو ترغب في شيء تعلم أن سخط الله وراءه. فيقول صلى الله عليه وسلم وقد ذبح بغير سكين. وبعض أهل العلم يقول أن معنى ذبح بغير سكين أن الذبح بالسكين إنما هو في حق الأجساد، أما الأرواح فتذبح ذبح آخر يكون فيه شقاء وضيق. الله أعلم. اقرأ ما بعده. عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حشر يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف على جهنم ثم يرجع رأسه إلى الله عز وجل، فإذا قال ألقه ألقاه فأهوى 40 خريفة. هذا الحديث يضعفه الأئمة، تضعيفه مو معناه أنه مكذوب، لا ليس معناه أنه كذب، لكن هو يترجح بين أن يكون صحيحا أو غير صحيح. فما جاء من خبر فيه ضعف لأن ما أمر الله به وأوجبه على العباد أو أباحه ويعلن أنه مباح أو أنه مكروه أو واجب لا يثبت إلا بآية صريحة أو حديث صحيح. ليس هناك حكم أمرك الله به ثم يخطأ صاحبه إن لم يعمل به إلا والأمر في غاية الظهور والصحة. إذا جاء حديث ليس فيه حكم، ما أمرك بصلاة معينة أو زكاة غير الفرائض المعينة ولا ذكر إلا ما جاء في الأحاديث الصحيحة، لكن جاء من عمل كذا فله من الأجر كذا والعمل هذا مشروع، نعلم أن من قال لا إله إلا الله علم أنه ليس معبود يطاع بحق إلا الله، لا تطع غير الله فيما يأمرك به إن كان مخالفا لله، تطعه مع حب وذل، لا بد فيه ذلة، يعني تطيع ذلك الأمر لا بعزة نفس ورفع رأس لا بانكسار، تطيعه مع محبة لهذا الذي ذللت له لا يكون برفع أو إباء، هذه هي الطاعة وهي معنى لا إله إلا الله. يا إنسان قال من قال لا إله إلا الله حين دخوله السوق له من الأجر 1000 1000 ويحط عنه من السيئات 1000 1000، الله أعلم بصحة هذا الحديث لكن معناه صحيح، الأصل فيه الصحة. إيش معناه؟ يعني من قال لا إله إلا الله له من الحسنات شيء عظيم، هي أعلى درجات الإيمان توحيدك الله عز وجل. فإذا قال هذه وجاء في السنن هذا المعنى اعمل به يا عبد الله، ما ضرك إن عملت به، إن كان صوابا فقد ثبت لك الأجر وإن لم يكن صوابا فقد ثبت لك أجر الأصل. عرفت هذا؟ اسمع هذا الحديث الآن. اقرأ. ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حشر يوم القيامة. ما من حاكم هذه من ألفاظ العموم، ما من رجل، الأصل ما رجل، ما رجل يقول كذا، ما أحد دخل الدار، هذا فيه عموم، لكن هذا العموم قد يدركه خصوص يحتمل أن تقول ما رجل، يمكن تريد أنه رجل بالغ أو أن عبيدهم ليسوا داخلين في هذه، أو تأتي بأمور تحاول أن تخصص هذا العموم، لكن إذا قلت ما من رجل أدخلت من النكر المسبوق بنفي مع ما في احتمال ولا تأويل،
عرفت الفرق بين اللفظتين؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من حاكم، الحاكم الكبير والصغير وفي المسائل التافهة، وإن ذاك رجل قال شوف هذا الذي عقدت معه العقد يقول كذا أنصف بيننا، ما من حاكم، كل من حكم بين اثنين داخل في هذا المعنى. اقرأ ما من حاكم. ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حشر يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف على جهنم. إلا ملك آخذ بقفاه، يعني رجل يسوقه، ملك يعني ملك يسوق هذا الرجل إلى جهنم، فإذا وقف على الشفير إما أن يقول الله عز وجل ألقوه فيه لعلمه بما يجري على يديه، أو يقول أنقذوه منه، فيه إخافة أن تهجم على الحكم بين الناس، والناس يحبون الشرف والتطلع. نادي أي واحد قل يا فلان تعال شوف أيما أفضل، إلا يحب يتطفل. عندنا بضاعة ما ندري جودتها، كلهم يشيروا إليه يرغب المكاسب. تعال للصناع والعمال ترى العجب، إذا أخبرتهم عندنا شيء يحتاج كلهم يسعى وهم لا يعرفون، قد يزيدك خسارة ووبالا. ربنا يسلط ناس على ناس، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فبين صلى الله عليه وسلم من هذا الوعيد يقول اقرأ العبارة: ما من حاكم، ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حشر يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف على جهنم ثم يرجع رأسه ثم يرفع رأسه إلى الله ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل، فإذا قال ألقه ألقاه فهو 40 خريفا. أسأل الله العافية والسلامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. يقول السائل: ما معنى قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل؟ دلوك الشمس، دلكت الشمس أي زالت من مكان، لأن الشمس حين طلوعها وحين غروبها لها طرفان ووسط، الوسط هو وقت الزوال. الزوال معناه يا عبد الله الشمس حين تميل من المشرق إلى المغرب، كل يفكر في دولته وفي بلده كيف يكون، تتوسط. إن كان في الصيف هذا واضح، سيما في البلاد الحارة تكون الشمس عموداً على رأس الإنسان، إذا وقف ما له ظل، إذا وضع الشخص لا ما يبقى له ظل، ذاك يسموه الزوال. فإذا دلكت يعني مالت. في الشتاء ما يتبين، في الشتاء أن الشخص الذي نعلم به وقت دلوك الشمس أننا نتتبع وظل ذاك الشاخص، في الشتاء يقصر يقصر يقصر، لأن الشمس تذهب إلى المغرب، كلما حالت إلى المغرب قبل وصولها الزوال ظل الشيء يقصر، لأن الشمس قربت أن تكون عموداً على ذاك الشاخص. إذا وصلت مرحلة لا ينقص هذا الظل شيئاً، ما عاد ينقص أكثر من ذلك، لمجرد ما تميل يبدأ يزداد، ذاك هو الزوال في وقت الشتاء، يعرفه أهل الاختصاص. وكنا في المساجد وضعوا بعض أبنية فيها ساعات وفيها إشارة من نحاس وآلات، كنا نراها في المساجد، الآن يعرفونها بضبط آخر. هذا دلوك الشمس إذا دلكت حل صلاة الظهر وصلاة العصر، لأنهما وقتاهما يجمعهما واحد وهو دلوك الشمس. إلى غسق الليل دخل فيه المغرب والعشاء. يقول السائل: ما معنى قول الحق تبارك وتعالى
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يوم القيامة يسوقها ملك ومن يشهد عليها حتى ينصف بين الناس. نعم. يقول يريد أن يعمل عمرة له ولأمه، هل يحرم من التنعيم؟ العمرة يا عبد الله لا تخالف السنة. العمرة رغب النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله إليها: أيها الناس، من سكن خارج المكة خارج مكة أعمروها بالزيارة عمرة وحج، وكان فيه أجر عظيم. ما قال أيها الناس الساكنون اذهبوا للخارج بعمرة، هذا خلاف السنة، لا تفعل هذا يا عبد الله. إن رغبت في الثواب أكثر من الطواف، وقرب الله والقربات التي تقرب إلى الله كثيرة، لا تأتي بالمخالفة. الناس ألفت على أجال كلهم يفعلون ذلك، ثم ماذا يا عبد الله؟ نحن ندعو إلى السنة وهو ثابت في ذهني أبو وجد كلهم يفعل هذا، كيف أنت تقول الكلام هذا؟ يعني ما الذي حداك أن تخالف آباءنا؟ ما هي مخالفة يا عبد الله، هي السنة، كرهها من الصحابة وكرهها من التابعين ونهانا علماء عنها. إذا رغبت، ما أكثر من يذهب إلى القرى التي حول مكة، الطائف وجدة وغيرها، فإذا جاء يثقله الشيطان يثبطه: ما لك تحرم وراح تدخل وأنت وراك عمل. فما يفعل لين يجي هنا، إلى أن يأتي هنا يشوف التنعيم يقول له روح اجيب عمره، يقول الان اتي بعمره. ضاع الاجر وفات الخير، ثم تتحسر حين تصل الى هذه. يا عبد الله، هذا مذهب الكسالى، هذه امنيات الناس الذين اعجزهم الخير فعله في وقته. يقول السائل: ما حكم التفكير في الصلاه؟ الشيطان لابد أن يوسوس، لأن الصلاة أقرب القرب إلى الله عز وجل. ما تقرب العبد بشيء إلى الله مثل القرآن والصلاة، وهذا فيه قهر للشيطان، لن يدعك إلا ويأتي بوسوسة ويفتح لك أمور قد نسيتها قبل ذلك، ما تتذكرها إلا في الصلاة. قل من يخلو ذلك. ولذلك الصحابة لما كانوا يصلون ورآهم بعض التابعين قال: ما لكم، احنا نصلي احسن منكم، نتأمل. قال: إنا نبادر الوسوسة، نسابق في السرعة ما حتى لا يتمكن الشيطان منا، هم اعرف وافقه، هذا لا يخلو منه احد. لكن المؤمن الله عز وجل ذكر عنه أنه إذا جاءت غفلة، هذه الغفلة تكون سحابة في العينين يغشى بها البصر من رؤية الحق كما شرعه الله وأنزله، يرجع يتذكر أنه بعيد عن المراد وبعيد عن الله عز وجل، يتذكر رجع إليه الضوء في عينيه. اسمع قوله سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. الطيف نوع من الخيال، ما هو حجاب ما تشوف ما ترى أبدا، لا ترى لكن ترى من بضعف. وهكذا القلب يقرأ الفاتحة يدرك نصفها ونصفها لا يدركها وقلبه سارع. فوصف الله عز وجل هؤلاء القوم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا عرفوا أنهم بعيدين، ليس هذا المطلوب، عاد إليهم بصرهم الصحيح ورفعت عنهم الغشاوة. اكتفي بهذا القدر، صلى الله على سيدنا محمد.